الحقيقة أنا كنت من المحظوظين أن في بيت للأخوة جنب بيتي في شبرا الخيمة، ده سمح لي أن أنا أحضر معاهم الصلاة كل أسبوع وأتعرف عليهم أكتر من قرب. ومع الوقت أنا بقيت بنتمي لروحانية الأخ شارل، وأنا حاليا دلوقتي واحدة من أصدقاء الأخوة. أول حاجة شدتني في حياة الأخ شارل هو بحثه الدائم، وأنه طول الوقت كان بيبحث إزاي يعيش زي يسوع معاش في الناصرة. حياته كراهب وسط الناس مش بعيد عنهم، بساطته ومحبته للآخر بصدق وشمولية أكتر حاجة أثرت فيا. كمان أكتر صلاة بحبها للأخ شارل هي أن يهب الله السماء للجميع، خلت قلبي يتسع ويكبر وخلت صلاتي كمان تشمل الجميع. علاقة الأخ شارل بالله كان فيها تطور كتير في مراحل مختلفة، وده خلاني أكون مرنة أكتر ومتقبلة أنه ممكن يكون في تطور كمان في علاقتي بالله. ولما قربت من الأخوة والأخوات لقيت في حياتهم البساطة والصداقة والصمت، واكتشفت أنه ممكن من خلال حياتنا البسيطة وعلاقات صداقتنا مع الآخر وحضورنا واستماعنا للآخر بصدق ومحبة، كل ده ممكن نقدر نعيش من خلاله القداسة زي ما عاش الأخ شارل.